أحبابي. قلنا لكم ونعيدها مرارا وتكرارا، والله ما نخشى بأس روسيا ولا بأس إيران ولا بأس ميليشيات الحشد الشيعي ولا ميليشيات النصيرية، إنما نخشى من بأسنا بيننا. فهذه الأمة لا تهلك بتكاثر أعدائها، إنما تهلك بتناحر أبنائها. فإن وحدة الصف وإقامة العدل فيما بيننا وإنصاف أنفسنا من أنفسنا إنما هو مفتاح النصر. فاستبشروا خيرا وكونوا عونا للمجاهدين وادعوهم لوحدة الصف، جزاكم الله خيرا. الشعب يريد توحيد الصفوف، الشعب يريد توحيد الصفوف، الشعب يريد توحيد الصفوف، الشعب يريد توحيد الصفوف. الشعب منا غيرك يا الله، يا الله منا غيرك يا الله، يا الله فرجك فرجك يا الله، يا الله فرجك فرجك يا الله. يا حلب حنا معك إلى الموت، 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 يا حلب حنا معك إلى الموت. لا تب لا بدي